رغم المحاكم الدولية والتحذيرات الحقوقية، استمرار الانتهاكات الموثقة بحق السوريين داخل سوريا وفي بلاد اللجوء. الفساد الاقتصادي في سلطة الأسد، سرقات مستمرة وآثار تفتك بواقع ومستقبل المواطنين. تجدد احتجاجات أصحاب وسائقي السيارات الشاحنة قرب معبر باب السلامة مطالبين بتأمين عمل لسياراتهم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة أخبار المساء. قالت محكمة العدل الدولية إنها ستصدر قرارها في ملف جرائم التعذيب ضد سلطة الأسد الأسبوع المقبل، في استجابة لدعوة تقدمت بها حكومتا هولندا وكندا. وفي سياق متصل، حذرت هيومان رايتس ووتش من استمرار عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتركيا، تحذيرات وإدانات لا تبدو أنها كافية لتغيير واقع السوريين. التقرير والتفاصيل. هاي برز البلد 15/7/2000. تكثر الجرائم بحق السوريين وتكثر الإدانات لها، بينما تقل سبل المحاسبة لمرتكبي الجريمة، عدا عن بعض الأحكام التي تصدر بشكل محدود ضد سلطة الأسد. محكمة العدل الدولية قالت إنها ستصدر قرارها الأسبوع المقبل بشأن الدعوى المقدمة من قبل حكومتي هولندا وكندا ضد سلطة الأسد في ملف جرائم التعذيب وانتهاك سلطة الأسد اتفاقية وقف التعذيب. على صعيد آخر، كشف نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا عن بدء محكمة الجنايات الفرنسية التحقيق في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية بقصف الغوطة الشرقية بريف دمشق في آب 2013 على يد سلطة الأسد. تحركات رغم أهميتها تبدو محدودة مقابل الجرائم والانتهاكات المرتكبة، لا سيما مع استمرار سلطة الأسد بنهجها ضد السوريين من عمليات الاعتقال والتعذيب والقصف والتهجير. على صعيد آخر من معاناة السوريين، تصر بعض الدول على إعادتهم. منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت من ذلك، مؤكدة تعرض الكثير ممن عادوا للاعتقال والتجنيد الإجباري، بينما دعا بيل فيريليك مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين فيها الدول المانحة إلى تقديم مساعدات في الوقت المناسب لدعم اللاجئين وتخفيف الضغوط عن الدول المستضيفة عبر برامج إعادة التوطين وغيرها، إضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري في البلدان الأصلية. لا يتغير من الواقع شيء، واقع يستمر بدفع السوريين نحو الهجرة رغم خطورة طرقها. موقع المهاجر نيوز تحدث عن اكتظاظ غير مسبوق في مراكز استقبال طالبي اللجوء في اليونان، مع وجود انتقادات دولية لطرق تعامل السلطات اليونانية، غير أن ذلك أيضا لا يغير من الواقع فيما يبدو. تزداد مرارة الحياة على السوريين، بينما تقل شكواهم في ظل عدم وجود استجابة من الدول صاحبة القرار لإنهاء المأساة الإنسانية. ومعنا أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، معي من برلين، حياكم الله. ما أهمية التحرك ضد سلطة الأسد ولو بشكل محدود؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام. بالواقع كل خطوة تنحو باتجاه محاسبة المجرمين هي مهمة. طبعا كل محاكم العالم ربما إذا عملت لن تستطيع أن توفي الجرائم التي ارتكبت بسوريا حقها، ولن تستطيع أن تبت فيها. ومع محدودية وقلة الملفات التي تنظر في الدول الأوروبية، طبعا هناك في هولندا في نهاية الشهر ستنظر في محكمة علنية بمجرم حرب ارتكب جرائم في مخيم النيرب ينتمي للواء قدس، هناك ملاحقات تجري لعدد من المشتبه فيهم في هولندا أو بلجيكا أو النمسا أو السويد أو فرنسا وبألمانيا طبعا كذلك لعدد منهم، مع محدودية لكن هذا الأثر الكبير أكيد أنها ترسل رسالة لكل المجرمين أنه لم يعد لديكم
مكان آمن أولا، وأن المحاسبة قادمة إليكم وإن كانت يمكن أن تتأخر قليلا. نعم، هل هناك أفق من أجل يعني الإدانة، وليس فقط الاكتفاء بإدانة بشار الأسد، ولكن بالفعل يكون هناك إجراءات لملاحقة بشار؟ طبعا هناك إجراءات لملاحقة بشار الأسد، أكثر من 60 مشتبه فيه أو مجرم من قيادات الأمنية والعسكرية، وهم موضوع تحقيق جنائي منذ عام 2017. تقدمنا بهذه الملفات أمام المدعي العام الألماني، أمام المدعي العام السويدي والنرويجي، وبالتالي هم موضوع تحقيق بكل الأحوال، وصدرت مذكرات توقيف بحق عدد منهم، ربما بحق التنية، ولا نعرف حقيقة، وإن كنا لا نعرف لا نستطيع أن نصرح، لأن هذه المسألة منوطة بالمدعي العام، هو الذي يمكنه أن يصرح عن مذكرات توقيف التي يصدرها. وبالتالي هناك أكيد بشار الأسد وأركانهم موضوع تحقيق جنائي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما قلت، وصدرت مذكرات توقيف بحق عدد منهم. نعم، لماذا لا يتوقف السوريون عن الهجرة رغم صعوبة الطرق وحتى صعوبات عقب الوصول؟ يعني الهروب من سوريا هو حلم كل السوريين، هروب من المجرمين وليس من سوريا. جميعنا نحلم بالعودة إلى سوريا، جميعنا نحلم بأن أن أن نعود لبلدنا، لبيوتنا، لأهلنا، لأحبائنا. السوريون يهربون من المجرمين طبعا، لأن كل مجرم هو مشروع ضحية لهؤلاء المجرمين، وبالتالي يهرب السوريين أن يكونوا ضحايا. وللأسف الشديد حتى المناطق التي خرجت من سيطرة النظام السوريون فيها ضحايا لمجموعات مسلحة غير منفلتة لا يمكن ضبطها. بالإضافة كذلك لدول الجوار، في لبنان، في تركيا، في الأردن، في العراق، السوريون هم ضحايا، وبالتالي المجرمون متعددون بكل هذه الأماكن، في شمال سوريا، شمال شرق سوريا، في بلدان اللجوء القريبة. للأسف الشديد السوريون يهربون من أن يكونوا ضحايا فقط. أشكرك جزيل الشكر أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، كنت معي من برلين. قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الجوية الروسية نفذت غارات في محافظة إدلب ضد أهداف لما وصفتها بالجماعات المسلحة غير الشرعية والمشاركة في قصف مواقع تابعة لسلطة الأسد. واتهمت منظمات حقوقية ونشطاء في تقارير متوالية كلا من سلطة الأسد والقوات الروسية بالقصف العشوائي والممنهج على المناطق المدنية. ووثق فريق منسقو استجابة سوريا عدد القتلى جراء الغارات الروسية وقصف الأسد ب67 قتيلا، معظمهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة 274 مدنيا خلال شهر تشرين الثاني فقط. ورغم هذه التوثيقات، يزعم المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الغارات أسفرت عن تدمير ملاجئ ومعسكرات ومواقع عسكرية بحسب قوله. تتراجع الحالة الاقتصادية للمواطنين القاطنين في مناطق سيطرة الأسد، خاصة مع ارتفاع الأسعار وإصدار قوانين تزيد الهوة بين المتنفذين في سلطة الأسد والمواطنين. التقرير والتفاصيل. أكثر من عام على عودة العلاقات بين سلطة الأسد وبعض الدول العربية، وعد الأسد وحكومته خلالها المواطنين بانتعاش الاقتصاد وأنها نهاية فترة الضيق وانعدام مقومات الحياة الاقتصادية في المناطق التي يحكمها. أكثر من عام ولم يتحقق أي من تلك الوعود. الخبير الاقتصادي الموالي جورج خزام قال إن انهيار قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها، ثم ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالخبز وغيره، وقوانين اقتصادية لا تلائم حالة الفقر التي يعيشها المواطن السوري في مناطق الأسد وتفرض عليه بالقوة، إضافة إلى تقصير سلطة الأسد في إيقاف الحرائق التي التهمت آلاف الدونمات الزراعية وانحياز النقابات المهنية باتجاه سلطة الأسد لا باتجاه العاملين بالحرف والمهن، سبب تراجعا كبيرا في دخل المواطنين. من جهته
حذر مدير غرفة تجارة دمشق من ظاهرة الاقتصاد الوهمي التي تتجلى في المضاربات والسمسرة والوساطة، متسائلا عن تضاعف أسعار أسهم الشركات رغم تراجع إنتاجيتها وكفاءة عملها، في إشارة ضمنية إلى ازدياد ثروة المقربين من سلطة الأسد والمتنفذين فيها دون أن يكون هناك استثمارات فاعلة وازدياد حلقات الفساد، ما يؤدي لزيادة مبيعات منتج معين فترتفع أسعاره دون أن تزداد جودته. باستثناء تجارة الكبتاغون والممنوعات، لا شيء ينمو في سوريا إلا إذا ارتبط بشخصيات مقربة من الأسد وسلطته، ما خلق إمبراطوريات مال نتيجة الفساد المتنامي الذي تعاني منه مناطق سلطة الأسد، مناطق يزداد فيها المواطن فقرا وجوعا ويغنى فيها ضباط ومسؤولون وتجار الحروب والمخدرات. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الاثنين شنه ضربات جوية على موقعين مرتبطين بإيران شرقي سوريا للمرة الثالثة، ما أدى لمقتل أكثر من 6 مسلحين. وأشار وزير الدفاع الأمريكي لوري دوستون في بيان أن بلاده نفذت الضربتين في سوريا ردا على هجمات استهدفت جنودا أمريكيين في العراق وسوريا، واستمرت الانفجارات نحو 2 ساعة في أحد الموقعين المستهدفين. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أوستن أن الضربتان استهدفتا منشأة تدريب يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران قرب مدينة البوكمال ومنزلا قرب مدينة الميادين بريف دير الزور. وقال أوستن إن الرئيس بايدن أمر بالهجوم للتأكيد على أن أمريكا ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها في المنطقة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. سوق الهال في معرة مصرين واحد من أبرز أسواق الهال في المناطق السورية المحررة نظرا لاتساعه وأسعاره وتنوع بضائعه. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء. تجددت احتجاجات أصحاب وسائقي السيارات الشاحنة بريف حلب الشمالي مطالبين السلطات المحلية بالإيفاء بوعودها السابقة والسماح لسياراتهم بنقل البضائع من المعابر الحدودية إلى داخل مناطق الشمال السوري المحرر أسوة بالسيارة التركية. التاجر ما بيرغب للسيارة السورية، التركي عم يطلع من المعبر يجي لعند منطقته يفضي يرجع، لا حاجز لا غبال لا مجلس محلي يتعرض له. نحن بدنا نحمل من باب السلام لبين ما اصل على الباب. ما في منطقه بصوران باخترين برشاف بعزاز، ما في منطقه ما في مجلس محلي ما بدي اعدي ادفع غبان وادفع عبوريه وامشي. انا اليوم عم احمل من عزاز بدي اروح افضي بالباب، عم يكلفني الطريق لبين ما اطلع حواجز ومصروف شيء 20-25 دولار، هاي محطه من جيبي عم اجي اطالب التاجر فيها ما عم يعترف عليها. سياراتنا صاروا طونيج، ليه عم نعرف نشتغل؟ ليه عم نامن اكل لاولادنا لعوائلنا؟ كلياتنا بيركينا خيو والتركي عم بروح وبرجع خيو، نحن حاطين حالنا وبيركين بدنا نشتغل خيو، نحن بدنا ناكل خيو، ما بدنا منن شيء. وش ما عم بطلبونا بطلبون مننا خيو عم نعمله؟ يطلعونا هويات نحن نفوت لعندنا تركيا. طيب ليه ما فوتونا على تركيا؟ لا فوتونا على تركيا لا بخلونا نشتغل هون كمان باراضينا، بدنا نشتغل هون مش من يعني نطلع لعمل هالولاد. الخلع باع سيارات خي بالطوناج كلها عصتها وبيعتها خي. طيب يصير من الله هذا؟ وين هالمسؤوليه اللي بتخاف الله؟ ما في حد يخاف من الله. طيب هالخلع هي برعبه مين؟ برعبه العنا ولا برعبه التركي؟ برعبه من هذول؟ طيب المسلمين هون نحن بنطلب من الاتراك، بنطلب من السوريين بجهه المعنيين انه ينظروا في امرنا كسائقين، يعني كشهادات لبينا، كانه مواصلات لبينا، كتوحد الطوناج لبينا، كل شيء عم نلبي. اليوم هجروا جوازات عنا ما هي ممنوعه، فعلوا لنا اياها يا اخي. الكل عم يتفعل، الشعب كله متفعل، كله ماشي مع القانون، ما هو ضد القانون. اليوم نحن ما لنا ضد التركي ولا بنحمل عظام على التركي،
ولا أنا جاي نقاتل التركي ولا نقول إنه فلان وفلان. نحن شعب ميت بدنا عمل، نحن بطالة، نحن مأكسدين سياراتنا بيركة، سياراتنا صار لها سنين. إذا بتنظر لوراك بتلاقي السيارات واقفه، إذا بتنظر هيك بتلاقي السيارات واقفه. وينضم إلينا عبدو عساف مدير أو معاون مدير نقابة السائقين من عزاز، حياك الله. ما هي مجمل مطالب سائقي الشاحنات المحتجين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم نقابة السائقين في عزاز وفي منطقة الباب وباسم السائقين في الشمال السوري، أشكر قناتكم الكريمة على استضافتها أول شيء، وأقدم الشكر لمجلس العشائر اللي كان إيد بإيد معنا من 6 أشهر لهلا وهو بيدافع معنا، وبقدم الشكر للفصائل اللي وقفت معنا، وأخص بالذكر صالح عموري. نعم السيد الكريم سيد عبدو، حتى ندخل في الموضوع بشكل مباشر، ما هي أبرز مطالب السائقين؟ تفضل. بأرجالة لأنه الناس هدول لازم نتشكروا أن احنا وقفوا معنا وقفة رجل واحد، يعني كانوا هن الحاضنة إنا وكانوا هن الحضن الدافئ إنا. نعم. لا السائقين. نعم. كريم، نحن في الشمال السوري استعداد السيارات يتجاوز 4000 شاحن، مع 4000 شاحن، مع 4000 عائلة مصاحبين السيارات، هذا أول شيء. نعم. ثاني شيء، صرنا نعاني 6 سنوات بدخول السيارة التركية ووقوف سياراتنا. 6 سنوات نحن عم نعاني الأمرين، والأسباب الشيء أسباب بسيطة. يعني الأسباب، أول السيارة التركية وصلت المعبر السوري، كان بإمكانها السيارة السورية تقف المعبر السوري وندخل السيارات السورية ونطلب الحمل لعنا في سيارتنا ونكمل فيها للمناطق. شو اللي عم بيصير بعد ما تصل الشاحنة التركية إلى الحدود السورية التركية؟ تكمل بالطريق لباقي المناطق السورية؟ هذا ما تريد أن تقوله سيد عبدو؟ بنكمل إحنا للمناطق على الباب، على منبج، على طرابلس، على عفرين، يعني بإمكاننا نحن نروح نوصل الحمولة بإجرة زهيدة حتى، وبتوفي معنا، وبإمكاننا نحن نعيش نحن وعواطفنا عيشة هنية وعيشة شريفة. بس الشيء اللي عم بيصير فينا، عم نروح مراجع لا مبالاة لمراجعتنا، بندخل على أي إنسان بدنا نراجعه نفسه، بيستقبلنا كوننا نحن نقابة سائقين في أعداد أو بالباب، فبيستقبلنا بنملوا الطلب، الطلبات بعد ما نحن بنطلع يا برمين يا أما، يعني لا مبالاة. لماذا برأيك لا يتم التعامل بشكل جدي معكم؟ أخي الكريم، يعني 5 سنوات نحن بنعاني من هالمشكلة، يعني ما في مسؤول موجود بالمنطقة هون بياخذ الشيء على عاتقه، يعني ما في، يعني اليوم بندخل على مدير المعبر بيستقبلنا استقبال جيد وبيستضيفنا وبيسمعنا. ما هي المبررات التي يسوقها مدير المعبر عندما تذهبون اليه؟ نعم استاذي، ما هي المبررات التي يسوقها مدير المعبر لكم لعدم السماح لكم بتحميل الحمولات التي تصل الى سوريا؟ نعم استاذي، انا بخط بالذكر استاذ قاسم قاسم وبشكره بهالقناه الكريمه، بيستضيفنا بشكل جيد جدا وبيقول تكرموا رح وصل صوتكم للجهات المعنية وللجهات المسؤولة وأهلا وسهلا فيكم وبتقبلنا للباب وبرجع بتقبلنا للباب. فأستاذي الكريم، بعد ما نحن نطلع هلا ممكن هو استاذ قاسم، نعم، يعني بنقل الصورة للناس. نعم، يعني وصلت الفكرة، هناك وعود ولا يوجد
أي شيء على أرض الواقع. سنحاول التواصل مع المسؤولين ونطرح عليهم هذه الأسئلة. أشكرك جزيل الشكر السيد عبدو عساف معاون مدير نقابة السائقين، كنت معي من عزاز. أدارت شبكة سورية لحقوق الإنسان فرض المجالس المحلية شرقية حلب رسوما مالية على دخول سوريين في تركيا إلى مناطق شمال سوريا عبر معبر جرابلس الحدودي. وأكدت الشبكة إلى أن هذه الرسوم غير شرعية وتنتهك حق المواطن السوري بتسهيل حق العودة إلى بلده في أي وقت شاء. أشارت الشبكة إلى تعميم صدر عن مجلس جرابلس المحلي يقضي بفتح باب التسجيل على الزيارات للدخول من تركيا إلى سوريا عبر معبر جرابلس الحدودي للسوريين المقيمين في عموم الولايات التركية وحاملي بطاقة الحماية المؤقتة مقابل دفع $100 باستثناء السوريين المقيمين في ولاية غازي عنتاب أو الحاصلين على الجنسية التركية. أصدرت الإدارة الذاتية التابعة لقسة قرارا برفع أجور النقل بين مدن وبلدات شمال شرقي سوريا بنسبة زيادة تصل ل 25%، وذلك للمرة الثانية خلال نحو شهرين. ووفق التعميم الجديد للإدارة فإن أسعار تعريفة الراكب الواحد بين مدينتي الحسكة والقامشلي ارتفعت من 8000 إلى 10000 ليرة سورية، ومن الحسكة إلى الرقة ارتفعت من 16500 ليرة إلى 21000 ليرة سورية. وكانت الإدارة الذاتية رفعت في 24 من آب الماضي أسعار وأجور النقل بنسبة وصلت ل 30%، وذلك بعد رفع أسعار المازوت. نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أمني عراقي أن 192 عائلة عراقية تستعد للعودة إلى بلادها بعد مغادرتها مخيم الهول الواقع تحت سيطرة قسد شمال شرقي سوريا، حيث يتم احتجاز المتهمين بصلتهم بتنظيم الدولة. وقال المسؤول العراقي إن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تنسق عمليات الإعادة مع الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، واتجهت الحافلات التي تقل العائلات نحو الأراضي العراقية، حيث يتعين على أفرادها تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة الواقع في ريف الموصل شمالي العراق، وسيخضعون خلال هذه الفترة لإجراءات وتدقيقات أمنية ومرحلة من التأهيل النفسي من السلطات العراقية قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية. ونبقى في شمال سوريا، حيث تحول سوق الهال في مدينة معرة مصرين لواحد من أبرز أسواق الهال في المنطقة المحررة، حيث يقصده معظم السكان والتجار لاتساعه ورخص أسعاره وتنوع بضائعه. يجمع سوق الهال الواقع في مدينة معرة مصرين المزارعين والتجار في المناطق المحررة، ويعتبر من أكبر وأهم وأقدم أسواق الهال الموجودة، حيث يقصده الكثير من المزارعين لبيع محصولهم فيه، ويبدأ نشاط السوق من بداية فجر كل يوم حتى منتصف النهار. سوق الهال معرة مصرين من أقدم الأسواق في المناطق المحررة، وسوق واسع في نشاط وفي حركة كويسة، وبيبيع جميع أنواع الخضار بالإضافة للزيتون وزيت الزيتون. بيجينا بضاعة من تركيا، بيجينا بضاعة فواكه، بيجينا بطاطا من تركيا، يعني سوق واسع، برادات كلها شغيلة هون، في فرص عمل يعني لأكثر من 1000-2000 شخص، يعني في عوائل عم بتعيش كثير من هالسوق. يعتبر سوق الهال مقصداً لبعض الأهالي بسبب انخفاض أسعار الخضروات فيه مقارنة بأسعارها في أسواق المدن، ويعتبر البيع بطريقة المزاد العلني من أكثر الطرق المعتمدة في البيع، وتتفاوت الأسعار بين يوم وآخر لعدة أسباب من أهمها العرض والطلب وجودة البضائع المعروضة وتوفيرها في السوق. نحن مزارعين من منطقة عفرين، بنجيب البضاعة لهون، كوسة، أخيار، بيتنجان، زهرة، جيبوا على معرض مصرين،
سوق معارض مصريين من أحسن الأسواق وأغلى الأسواق، منظم أموره تمام، بنرتاح ببيعه. وأهم شيء المصاري، بناخذ المصاري مثلا ثاني نهار أو ثالث نهار. تعرض السوق للقصف عدة مرات من قبل طيران سلطة الأسد وحليفه الروسي، وأدى استهدافه لاستشهاد عدد من المدنيين ووقوع خسائر مادية، ولكن سرعان ما عاد السوق لنشاطه الطبيعي، حيث خضع في الآونة الأخيرة للعديد من الخدمات والتحسينات، منها التعبيد والإنارة، ما جعله من أكثر الأسواق تنظيماً في المناطق المحررة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم بخير وإلى اللقاء.